نتواجدوا الان في فعاليات اللجنه العلميه والتقنيه للجمعيه الافريقيه للماء اللي كيتراسها المغرب في شخص سي علي الفسيفيري المدير العام للكهرباء والماء الصالح للشرب. كانت مناسبه اخرى باش نزيدوا ناكدوا التزام المغرب القطعي ولا مشروط في استكمال التنميه البشريه في القاره الافريقيه، وبالخصوص فيما يخص تاهيل البنيه التحتيه المائيه وتاهيل البنيه التحتيه اللي نوفروها في القاره الافريقيه من اجل توفير الماء الصالح للشرب لكل المواطنين الافارقه، لانه لا زال هناك تقريبا 30% من الساكنه الافريقيه لا تتوفر على مورد ماء صالح للشرب، لا زال فقط 30% من الساكنه الافريقيه ايضا كتوفرش على انظمه التطهير السائل، وبالتالي لا بد من تدافر الجهود وتوحيد ايضا الجهود من اجل استكمال اشواط التنميه البشريه واصوات الوصول الى اهداف التنميه البشريه في القاره الافريقيه. كما تعلمون المغرب يتراس الاتحاد الافريقي للماء والتطهير. هذه الجمعيه الافريقيه تضم الدول الافريقيه الشرقيه والوسطى وكذلك الغربيه. هذا اللقاء مهم حيث اول لقاء جاء بعد الرجوع الموفق الحمد لله للمغرب داخل الاتحاد الافريقي. وكما تعلمون تدخل صاحب الجلاله نصره الله جاء بمنظور جديد بالنسبه للتعاون جنوب جنوب. والنجاح المغرب في هذا القطاع بالنسبه للماء منذ سنوات وخصوصا ال 15 سنه الاخيره لانجازات المهمه مع تعميم تزويد بالماء الصالح للشرب على الصعيد القروي 100% من التزويد على الصعيد الحضري البرامج الضخمه في ميدان التطهير السائل. جميع المدن عندها مشاريع بالنسبه للعمل في هذا الميدان الهام اللي كان عنده تاثير سلبي لا على الصحه ولا على الجوده ديال المياه على الصعيد لا السدود ولا المياه الجوفيه. فهاد التجربه هذا نموذج بالنسبه كيف قلت السياسة المغرب اليوم على الصعيد الافريقي نموذج ناجح. فالعمل ديالنا مع هاد الدول وعدة دول تستفيد من الخبرة المغربية لا بالنسبة لإنجاز السدود ولا بالنسبة لتدبير الماء الصالح للشرب وتدبير كذلك المشاريع ديال التطهير السائل. بالنسبة للتمويل هذه نقطة مهمة، أغلب التعاون الدولي والأبناك كالبنك الإفريقي والبنك الإسلامي والبنك الأبناك التنموية تعطي للمغرب إمكانية جديدة للتعاون مع الدول لإنجاز مشاريعهم. فلما المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء ينجز مشروع ويقدمه للتمويل ف يكون والحمد لله نجاح بالنسبة للموارد المالية لهذا المشاريع. فأنتم تشوفوا جولات صاحب الجلالة نصر الله على الصعيد لا الإفريقية الغربية ولا الإفريقية الجنوبية أعطت ثمارها وعدة طلبات اليوم بالنسبة للمغرب لدعم تحسين هاد الاشكاليه ديال الماء الصالح للشرب والتطهير السائل. فبالنسبه لنا هذه مناسبه كما رايتم اليوم لتقديم ما يمكن ان نعمل في الاشهر المقبله ان شاء الله في نطاق المنظور الجديد لجميع صاحب الجلاله لتحسين التعاون جنوب جنوب اللي هو الحل الحقيقي باش الامور تطور على الصعيد الافريقي.